أين اختفت الآثار والتكنولوجيا المتطورة للحضارات القديمة؟ سؤال يراود كل الناس، إن كانت هناك حضارات قديمة متطورة فلماذا لا نجد لها آثار في كل مكان؟ لماذا لا يوجد دليل على وجودها نراه في كل مكان مبدئيا؟ الآثار والدلائل موجودة فعلا في كل مكان حولنا، وهذا ما ذكرناه في الحلقة السابقة من أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نسير في الأرض لنرى ما حدث للأمم السابقة، وهذا معناه بما لا يدع المجال للشك أن الأمم السابقة ترك الله لنا الدلائل والأثار التي تدل على تقدمها وتطورها، لكن لماذا لا نراها؟ هنجاوبكم في حلقة النهاردة عن السؤال ده. حاولوا يقنعونا على مدار 100 أو 150 سنة اللي فاتوا أن الحضارة اللي بنعيشها حاليا هي قمة التطور، وأن الحضارات البدائية القديمة كانت بدائية، وصوروا لنا الإنسان الأول اللي هو سيدنا آدم عليه السلام إنسان بدائي، هو وأولاده بيعيشوا في الكهوف واكتشفوا النار بالصدفة، كانوا عاجزين على الكلام وبيقولوا لغاية غير مفهومة. كل الكلام بقى اللي احنا عارفينه وراسخ في عقولنا، الكلام ده غير حقيقي اطلاقا. كان في حضارات متطورة جدا قبل التاريخ، نكاد نكون احنا اللي بالنسبة لهم بدائيين، لكن اين اختفت هذه الحضارات وازاي تم طمس كل شيء يخصها؟ هنذكر لكم في حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، هنعرفكم الحضارات القديمة اختفت فين واختفت ازاي وازاي نقدر نعرف عنها كل حاجة. في الاول احب اذكر لكم قصة ظريفة جدا كلكم عارفينها، اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، المقبرة الوحيدة اللي اكتشفت كاملة ولم تسرق من قبل اللصوص على مدار التاريخ، لقوها كاملة. المقبرة دي كل اللي اكتشفوها ماتوا، حاجة غريبة. قالك بسبب لعنة الفراعنة والناس صدقت في العالم، وقالك لعنة الفراعنة اللي يفتح المقبرة الفرعونية دي هيصيب بلعنة وهيموت. بدأت التحليلات تظهر في كل مكان، قالوا لك اصل الفراعنة عملوا مادة على الجدران سامة، اول ما حد بيشمها بيموت، والتاني قال لك دي لعنة الجن بيحوس الأماكن دي ولما حد بيدخلها بيقتلوه. الناس بدأت تصدق في كل مكان في العالم، مش الشعوب العربية بس، لا ده حتى في الغرب اللي بيقولوا عليها دول متقدمة. هل دي حقيقة؟ لا طبعا، والدليل الآثار الفرعونية المصرية بتملى المتاحف المصرية وجميع متاحف العالم كل يوم، بنسبة عن مقبرة بيتم اكتشافها كل يوم، بنكتشف آثار جديدة لدرجة ان الناس في مصر بدأت تنقب في أسفل بيوتها وفي الشوارع، وبياخدوا الآثار دي وبيبيعوها لصالحهم، والبعض بيديها للدولة ولا بيحصل لحد حاجة. لماذا البعثة بتاعت توت عنخ آمون أبيدت بالكامل؟ كلهم ماتوا. ليه لعنة الفراعنة انصبت فقط على المكتشفين لحضارة توت عنخ آمون أو مقبرة توت عنخ آمون؟ ليه الباقيين ما حصل لهمش حاجة؟ الموضوع بمنتهى البساطة ان توت عنخ آمون ترك لنا أشياء قدر يحمي مقبرته فعلا بشكل ان هي ما تظهرش للصوص، قدر يخفي المقبرة بتاعته لأنها كانت بتحتوي على أسرار هتكشف كل حاجة في الحضارة الحالية، هتكشف بلاوي، هتكشف كذبهم وزفهم وإن هما بيخدعونا طول الوقت. طيب هنعمل إيه؟ هنضطر ندير المقبرة دي، بس الناس أعلنوا اكتشافها خلاص، يبقى الحل إن إحنا نقضي على البعثة دي ونقضي على التابعين ليها، نضحك على شعوب العالم وإنهم ده لعنة الفراعنة والناس هتصدق. وده اللي حصل، الناس ما فكرتش بجنيه أو بربع جنيه، الناس لو فكرت هيعرفوا إن مفيش حاجة اسمها لعنة فراعنة والدليل الآثار اللي في كل مكان في كل دول العالم، ولا حد حصل له نعلة ولا حد حصل له حاجة. مش معنى اللي فتحوا توت عنخ آمون مع العلم إن توت عنخ آمون أساسا مات صغير ملحقش يعمل لعنة أو غيره. النقطة التانية برضو اللي عاوزاكم تفكروا فيها قبل ما ابدأ اقول لكم الاثار اختفت فين، الحملات الصليبية اللي حصلت على البلاد العربية. الحملات الصليبية الاولى اللي كانت في بداية الالفية التانية فشلت، قعدت 200 سنة لكنها فشلت، لكن الحملات الصليبية اللي حصلت في اواخر الالفية التانية نجحت، ومن ساعة ما نجحت لو تلاحظوا من ساعة ما بدأ يتم ارسال بعثات علمية وبعثات استكشافية بدأ الغرب يتطور بشكل رهيب. فجأة من 2000 أو 3000 سنة البشر بيحاربوا بالسيوف، عايشين في بيوت من الطين، كل البدائية اللي احنا عايشين فيها فجأة بدأت تظهر تطور رهيب، تطور غريب اللي العالم اكتشفه في 100 سنة اللي فاتوا دول من اختراعات أكثر من حصل في 5000 سنة الأخرانية. سألتوا نفسكوا ايه السبب، وايه السبب ان التطور الرهيب ده حصل بعد احتلال الغرب للبلاد العربية اللي جابوا بمنتهى البساطة ان هم قدروا يتوصلوا لاكتشافات واختراعات وتكنولوجيا أو بعض التكنولوجيا اللي كانت موجودة في الحضارات القديمة وقدروا يطوعوها لصالحهم وينسبوا الاكتشافات دي لأنفسهم ويقولوا أنهم أصحاب هذا الاكتشاف؟ بينما احنا هنجيب لكم إن شاء الله في الحلقات القادمة ما يثبت وما يدل على أن كل شيء موجود في زماننا دلوقتي كان موجود أساسا في الحضارات القديمة. التطور ده كله بيرجع لسرقة أثرنا. ما سألتش نفسك وانت قاعد كده ايه السبب ان انت لو لقيت تمثال في مصر صغير قد كده بتلاقيهم بره بيشتروه ب10 مليون و20 مليون،
هل عشان التمثال أثري وقديم ومفيش منه؟ لا، الأثار في مصر ملهاش نهاية، لأن هم عارفين إن هم ممكن يلاقوا كلمة، يلاقوا حرف، يلاقوا جملة على التمثال ده بياخدهم لإجمال تجاربهم أو اكتشافات هم عارفين الاكتشافات دي تم حفرها أو تم كتابتها في المقابر دي وفي التماثيل دي. ممكن التمثال ما يكونش مكتوب عليه تجربة علمية، لكن يقودك للمكان اللي فيه التجربة العلمية أو اللي فيه البحث العلمي، عشان كده بيوله اهتمام كبير جدا بشراء الأسرار المصرية بأي ثمن ومهما كانت التكلفة. بياخدوهم لمعامل أو اللي بيلاقوه خلاص ما عادش فيه منه فايدة علمية بيودوه للمتاحف عشان الزوار يجوا يشوفوه ويقطعوا تذاكر وبيلموا حق الفلوس اللي دفعوها في التماثيل دي. لكن السبب الحقيقي ان الاثار المصريه دي والعراقيه واغلب الاثار اللي موجوده في مناطق الشرق الاوسط بتاخدهم لعلوم متطوره جدا، لكن احنا هنا عايشين في غفله. نيجي بقى للسبب او نبدا للترتيب الحقيقي والاسباب الحقيقيه اللي ادت لاختفاء الاثار من على وجه الارض للحضارات القديمه. اول حاجه هو غضب الله على الشعوب والامم بسبب كفرهم وضلالهم، لانهم استخدموا العلوم دي في معصيه ربنا، فكان مصيرهم الهلاك والدمار. نيجي مثلا ندي أمثلة للعقاب اللي كان بينزل من عند ربنا فيهلك الأمم تماما. أول حضارة على وجه الأرض حضارة أطلانتس المصرية وحضارة بابل العراقية، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان عندما أهلك قوم نوح فأرغناه واندثرت وفني الحضارة وضاع معظم تاريخها وأسرارها وعلومها ومعارفها باستثناء قلة قليلة جدا فضلت، وأخذها من بعدهم قوم عاد ومن بعضهم قوم ثمود ومن بعضهم الحضارة الفرعونية والبابلية والأشورية. الكتاب بتاع العلوم كلها مدفون أسفل الهرم، لكن أغلب الأثار والدلائل والإثباتات على هذه الحضارات للأسف غرقت مع الطوفان، أهلك الله سبحانه وتعالى إهلاك تام. طيب نيجي لعقاب تاني وهو الريح العاتية اللي سلطها الله على قوم عاد 7 ليالي و8 أيام فدمرت مدنهم وأبادتهم. قال تعالى وأما عاد فيهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي و8 أيام حسومة فطار القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل طار لهم من باقية؟ تخيلوا 7 أيام. أنا عاوز أقول لكم إن الأهرامات بسبب الريح الصرصر العاتية اللي الله سبحانه وتعالى سلطها على قوم عاد الأهرامات ودفنت تحت الرمل. الأهرامات يا جماعة لغاية وقت قريب جدا كان نصات تحت الرمال، يعني الأهرامات لغاية عهد الدولة الإسلامية أو في منتصف الدولة الإسلامية كان نص الهرم تحت الرمل. تخيلوا الريح دي عملت إيه؟ الريح دي قلبت العالم، قلبت الكون كله، قلبت النظام على الأرض. الريح دي مش أهلاك القوم عاد، قوم عاد ما كانوش بشر عاديين، دو كانوا عمالقة، كانوا أصحاب حضارة رهيبة جدا، كانوا محتاجين لعقاب يعني لا يقل عن عقاب الطوفان اللي أهلك حضارة قوم سيدنا نوح. علشان كده أغلب الآثار المصرية الحقيقية لحضارة أطلانتس وحضارة قوم عاد مدفونة تحت الرمال، يعني مصر أغلبها رمال. أولا مصر قبل قوم عاد لم تكن بالرمال، الله سبحانه وتعالى أتى بالرمال دي وحصل تغير في الرياح الغربية، كانت بتيجي مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة دي كلها كانت جنان خضراء، ثم بعد العقاب الإلهي ده تحولت لرياح غربية عكسية وأصبحت بتروح أوروبا، أصبح عندنا احنا جفاف بعد ما كانت أوروبا اللي جافة. هنحكي لكم الموضوع ده بالتفاصيل العلمية طبعا في حلقة منفصلة، لكن خلينا نقول لكم ان عقاب الله سبحانه وتعالى على قوم عاد لم يكن بالعقاب اللي الناس متخيلاه. ريح كده خدت ارواحهم وراحت، لا دفنت الحضارة بتاعتهم تحت الارض. احنا لو اكتشفنا الحضارة بتاعتهم احنا هنلاقي عجب العجاب، اغلبها طبعا موجود في الشرق غرب الاهرامات في منطقة من غرب الاهرامات لغاية 1 سيو. المنطقة دي بالكامل موجود فيها اثار لا تخطر على البال، بس مش قادرين حد يوصل لها دلوقتي لانها تحت اطنان من الرمال الصفراء. طب نيجي مثلا للصاعقة الكهربائية التدميرية اللي افنى بها الله قوم ثمود عندما قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. تخيلوا الناس كانت بتبني بيوتها في الجبال، الله سبحانه وتعالى لما حب يعاقبهم نسبهم ببالهم، مفيش الا اثار بسيطة جدا اللي باقية منهم. عقاب الله اتسبب في ان اغلب الاثار الامم دي لم تظهر لنا او لم تصل لنا في عصرنا الحالي. نيجي للاحجار النارية الملتهبة اللي كانت بتتساق من السماء على قوم لوط وصواعق محرقة وامطار غزيرة وابادة حضارات. عندكم البحر الميت اللي موجود دلوقتي على الحدود بين الاردن وفلسطين، تخيلون البحر الميت ده كان مكان حضارة قوم نوح، يعني الله سبحانه وتعالى جاب عليها سافلها، يعني احنا حتى لو نزلنا في اعماق البحر الميت مش هنلاقيه لان هم تحت الارض اللي تحت البحر، يعني احنا محتاجين ننزل في اعماق البحر الميت ومحتاجين كمان نحفر غويق جدا عشان نوصل للحضارة بتاعتهم. فطبعا ضاعت علينا حضارة كان ليها اثر برضو في التاريخ البشري.
قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتسومين. في أمم تانية أزال الله سبحانه وتعالى حضارتهم من فوق الأرض بالخسف بالزلازل بالدمار المباشر، زي ما حصل مثلا لفرعون مصر. فرعون مصر لما تعرف الله سبحانه وتعالى، الناس متخيلة بس إن فرعون مصر ده غرق في اليم هو وجيشه، بس لا، ده حصل حاجات قبل ما يغرق اتسببت في انه كل تفصيلة عملها وكل مجد عمله وكل حاجة عملها في حضرته، الله سبحانه وتعالى مسح حضارة الفراعنة مسح من على وجه الارض. هتقولي اللي احنا بنلاقيه ده يا جماعة، اللي احنا بنلاقيه في مصر ده او اللي موجود في الحضارة المصرية والبابلية والحضارات الشرق الاوسط، دي حاجة بسيطة جدا. يعني مش هنقول لكم 1 في المليون من الحضارات القديمة، مش هتصدقوا 1 في المليون حرفيا كمان من الحضارات القديمة. تخيلوا الحضارات دي كان فيها ايه. الله سبحانه وتعالى بيقول: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. وقال تعالى ايضا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا، شوف الكلمة دمرنا، يعني تخيلوا بقى حضارة دمرها الله سبحانه وتعالى. بيقول دمرنا ما كان يصنع فرعون، تخيلوا انتم مستنيين تلاقوا ايه من اثار فرعون او من اثار قوم. طب اللي موجود ده ايه دلوقتي؟ اللي موجود ده بسيط جدا، يعني مفيش اي شيء من اثار فرعون موجود نهائيا. تخيلوا هتقولي مش الاثار الفرعونية دي، لا مش اثار فرعونية، الفراعنة كانوا حراسة على الحضارة دي او الاثار دي لانها اثار اقوام قبلهم، لم تكن للفراعنة اصلا اي اثار، لان الله سبحانه وتعالى دمرها تدميرا. زي ما الآية كريمة ذكر الله سبحانه وتعالى بيقول: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الكلام ده طبعا عن قارون، ربنا خسف به الأرض. كنوز قارون على فكرة دي كنوز قوم عاد، مجرد ان قارون سرقها او اكتشف كنوز قوم عاد وكان امين على كنوز فرعون. فالله سبحانه وتعالى قارون ده ليه قصة جميلة جدا هنحكيها لكم، وهنحكي لكم ازاي الكنز بتاع قارون كان من قوم عاد، مش هيصدقوا دي، بس هنثبتها لكم بالدليل باذن الله في وقتها. اشارت بردية ابور الى زلزال عظيم دمر مصر ومدن مصر وقصر فرعون، شهد ابور بنفسه ذلك الزلزال وعينه، وقال في برديته: دمرت مصر العليا وتحولت الى خراب، الكل حطام، انهار القصر الملكي في لحظة، قصر فرعون لا ينهار في لحظة الا بفعل زلزال عظيم. كاهن معبد زيز أخبر سولون عندما زار مصر أن هناك أكثر من طوفان وحجارة نارية مكونة من شهب ونيازك سقطت من السماء على الأرض، أحدثت بها حرائق كبيرة مما أدى إلى وقوع كرائس عظمى على الأرض سببت في ضياع تفاصيل تلك الأحداث وعدم تسجيلها وفقد العلوم ومعارف الحضارات القديمة. وأثر غضب الله سبحانه وتعالى على هذه الأمم تسبب في دمار وهلاك هذه الحضارات بالكامل. تخيلوا يا جماعة حضارة دمرها الله، مفيش كلام، يعني هيتبقى منها ايه؟ عشان كده لما باجي اكد لكم ان العلوم القديمه والاثار القديمه ضاعت وان القليل اللي احنا بنجيبه في الحلقات دي يدوب يفهمك الكثير، كان ايه؟ نيجي برضو لعوامل الهيه او عوامل طبيعيه حصلت برضو تسببت في دمار وهلاك هذه الاثار القديمه، او اختفاء عوامل التصحر اللي هو زحف رمال الصحراء على المدن. معظم المدن الحضريه تم بنائها على ضفاف الانهار. الأنهار طبعا لها مواسم فيضانات تسحب فيها مياه أنهار محملة بالطمي الموجود بالنهر. الطمي الموجود بالأراضي الزراعية على مدار السنين أحيانا بيحصل فيه تشققات وانهيارات بفعل الزلازل بفضل فيضانات شديدة بفعل عوامل طبيعية أخرى بتؤدي في النهاية لاختفاء ودمار أو نزول هذه الحضارات أسفل الأرض. يكفي أن أنتم تعرفوا أن في حضارة اسمها ترتاريا هنتكلم عنها وقتها بتفاصيلها، لكن الحضارة دي كلها اتغطت تحت فيضان طيني، اتغطت تحت الحضارة دي اختفت، والحضارة دي اختفت من أقل من 150 سنة، يعني مش من زمان قوي، اختفت بالكامل تحت الطين. فلكم ان انتم تتخيلوا الطين ممكن يغطي حضارة ويغطي أثار كاملة. أيوة التصحر نفس القصة، ان الرياح تحمل الرمال وخصوصا في المناطق الصحراوية، وخصوصا ان اغلب المنطقة العربية بالكامل ومنطقة الشرق الأوسط اللي هي المنطقة اللي كانت صاحبة اليد العليا في الحضارات القديمة بالكامل، مفيش حضارات تقريبا ظهرت غير في منطقة الشرق الأوسط، أما حضارة الصين والهند فكانت على خفيف يعني، لكن الحضارات الكبرى والحضارات العظمى ظهرت في منطقة الشرق الأوسط فقط. تخيلوا بقى بعد تحول الرياح الغربية زي ما قلنا لرياح غربية عكسية، وتحولت أوروبا لأراضي خضراء وتحولت المنطقة العربية لأراضي صحراوية، كانت رياح الخمسين أو الرياح اللي بتمر على البلاد المنطقة العربية كانت بتحمل أطنان من الرمال.
تطويقها على المناطق الحضرية أو المناطق المدنية. تسبب في ذلك أن العلماء قالوا أن كل 100 سنة 20 متر من الرمال بترتفع فوق هذه المدن. تخيلوا 100 سنة بس 20 متر من الرمال بترتفع فوق هذه المدن. طبعا مع الوقت احنا بنتكلم في آلاف السنين، يعني تخيلوا ان الحضارات دي مدفونة تحت كيلو مترات تحت الأرض من الرمال. انا بقول لكم ان الأهرامات وبالهول كانوا مدفونين بالكامل تحت الرمال. يدوب الأهرامات دي لسه لغاية وقت قريب جدا بدأت تظهر لغاية منتصفها. أبو الهول كان راسه بس هي اللي فوق الأرض لغاية وقت قريب جدا. ما كانش هيبقى فيه أساسا أثار هنلاقيها نهائيا، كانت كلها تحت الأرض. لو شلنا أطنان أو جبال من الرمال من فوق هذه المدن هتتكشف لنا كل الحضارة القديمة البائدة بالكامل. أنا عاوز أقول لكم إن المنطقة من غرب الأهرامات لغاية وادي واحد سيوة في مصر، المنطقة دي بالكامل مدينة أثرية لا تتخيلها تحت أطنان رهيبة من الرمال. ومنطقة من أول النوبة في مصر لغاية منتصف جزيرة قبرص منتصف البحر المتوسط، لو شلنا أطنان من الرمال وتعمقنا في أعماق البحر المتوسط هنلاقي أثار. طبعا العلماء كلهم عارفين الكلام ده، عشان ما تقولوش إن أنا اللي بقول كل العلماء اللي في العالم عارفين الكلام ده. لكن المشكلة إن أطنان هذه الرمال لا توجد إمكانيات لا مادية ولا مالية ولا اقتصادية تقدر ترفع هذه الأطنان المهولة من الرمال عشان نكشف المدن القديمة الأثرية. دلوقتي احنا انتهينا من العوامل الإلهية أو الطبيعية اللي سببت في اختفاء هذه الحضارات وانتصارها. نيجي بقى للعلوم البشرية. في مجانين ظهروا على الأرض كان كيفهم وغايتهم في الدنيا إنهم يبيدوا الحضارات القديمة بالكامل. في ناس ملعونة في كل كتاب كانت مهمتهم إنهم يدمروا كل أثر لحضارة سابقة. زي مين؟ نيجي لتدمير الأثار وحرق الكتب والمكتبات من قبل الملوك والغزاة والجهلة والسفهاء والمتطرفين. أولهم على الإطلاق وأهمهم على الإطلاق أكبر مكتبة في التاريخ البشري، مكتبة الإسكندرية اللي تم أول حريق ليها سنة 47 قبل الميلاد أثناء ثورة أهالي الإسكندرية على يوليوس قيصر بعد غزو الإسكندرية واستيلائه عليها. في هنا اختلاف في التاريخ، إن البعض بيقول إن يوليوس قيصر دخل اختبأ في هذه المكتبة وقاموا الثوار بحرق المكتبة عشان يحرقوا معاه يوليوس قيصر، وفي ناس تانية بتقول إن يوليوس قيصر حرقها بنفسه عشان يقدر يهرب من هؤلاء الثوار. لكن في النهاية مكتبة اسكندرية دي كانت أكبر مكتبة في التاريخ. المكتبة دي كانت بتحتوي على موسوعة تحوت هيرمس وكتاب تاريخ مصر اللي بيكونه من 30 مجلد وتاريخ الفراعنة منذ نشأتهم اللي كتبه الكاهن المصري الشهير مانيتون. دي كانت أقل حاجة في هذه المكتبة. المكتبة دي لو كانت موجودة حتى هذه اللحظة لم نكن نحتاج إلى دراسة التاريخ القديم. كان التاريخ القديم مخطوطاته وأثاره أو كل شيء عنه كان يبقى موجود قدامنا، لكن اتحرقت بمنتهى البساطة نتيجة الواحد مجنون عاشق للسيادية. رجعوا بنوا مكتبة اسكندرية تاني وأهداها 200,000 مجلد في أنطونيوس اللي جاء بعد يوليوس قيصر. أهدى المكتبة 200,000 مجلد من مكتبة برجمون اللي كانت موجودة شمال غرب آسيا الصغرى واللي كانت تعتبر ثاني أكبر مكتبة في العالم بعد مكتبة اسكندرية. أما في عهد الإمبراطور تادوسيس في القرن الرابع الميلادي كان متطرف في مسيحيته، كان ضيق الأفق. ثم تاريخيا بالإمبراطور الأحمر هدم المعابد القديمة وأثار القدماء، دمر معبد السيرابيوم ومكتبته وكثير من الأثار، وفقد العالم جزء مهم جدا من التراث العلمي والفلسفي والثقافي والتاريخي والأثري للأمم القديمة بسبب هذا الرمد المجنون. مش هنقدر نقول عليه حاجة غير كده، مجنون شاف إن دي أوثان، أو لو كان شاف الهرم كان دمره. لكن طبعا زي ما قلت لكم إن الهرم كان تحت أطنان من الرمال، وطبعا هو في جميع الأحوال ما كانش هيقدر يهد الهرم، لكن لو كان شاف أبو الهول كان ممكن إيه يجيب عليه. لكن الحمد لله إن هو كان متغطي بالرمال بالكامل في عام 669 عندما فتح العرب مصر قام البيزنطيون اللي كانوا على خلاف مع أقباط مصر بتدبير المكتبة الثانية للإسكندرية. يعني إحنا قلنا من شوية إن بطليموس قعد بنى مكتبة إسكندرية ووضع فيها 200,000 مجلد من مكتبة كانت موجودة في شمال غرب آسيا، كانت تعتبر أكبر مكتبة في العالم بعد مكتبة الإسكندرية. قام هدم المكتبة الثانية كمان. المصريين البيزنطيين دمروها بالكامل للمرة الثانية. برضو في الصين تاريخ الصين القديم قام إمبراطور صيني اسمه تشينشي وونغ سنة 246 جمع كل التاريخ والفلك والعلم والفن والأدب وحركوا كل ثقافات وعلوم ومعارف القدماء الصينيين من ذاكرة الشيوخ والمعامر ومحاولة تدوينها، لكنها جاءت ناقصة ودخلت عليها كثير من المبالغات والتحريفات، أصبحت أساطير بدلا من أن تصبح مواد ومخطوطات موثقة. ده للأسف الشديد السبب في أن التاريخ وصل لنا بشكل أساطير. عشان كده لما بنجيب في حلقاتنا أسطورة زي أسطورة جلجامش الأنانوكي المحب
كل الأساطير دي يا جماعة زي ما قلنا لكم هي أساطير حقيقية، لكن شبه مبالغات وتخريف نتيجة لأن هي اتنقلت عن طريق الناس، لم تكن المخطوطات الأصلية اتحرقت أو اتدمرت أو اختفت. عشان كده مهمتنا إن احنا ناخد منها الحقيقة، نقدر نستنبط الحقيقة عشان نقدر نتعرف على التاريخ القديم من خلال هذه الأساطير. برضو في ثورة الرعاع في مصر القديمة في نهاية عصر الأسرة السادسة، تم فقد الكثير من العلم والمعرفة وأسرار الغيب اللي كانت محفوظة داخل الأهرامات، زي ما أبوه قال في برديته: أما بختنصر لما قام بغزو مصر هدم هيكل معبد الزهرة اللي كان موجود بمدينة منف، زي ما ذكر ابن إياس في نزهة الأمم. وسنة 525 قبل الميلاد دخل قمبيز الفارسي مصر، قام بحرق معبد أوين بعين شمس ومكتبته، وهدم معابده ومقصد الفلكي، وحرق وثائقه وأمر بتحطيم بوابات الشمس وجميع مسلات المدينة القديمة اللي بتقال إن هي كانت 100 مسلة لم ينجو منها إلا مسلة واحدة، إلا ما هي مسلة سنسرت الأول واللي موجودة حاليا في المطرية. اتنين من أكبر المجانين في التاريخ، بختنصر وقمبيز. طبعا احنا هننكم عن بختنصر ده وقمبيز في المرحلة الثالثة من التاريخ البشري، ما يشيب له الولدان غيروا معنى التاريخ. يعني عاوز أقول لكم إن قبل بختنصر ده التاريخ كان كل شيء، وبعد بختنصر ده التاريخ شيء تاني خالص. ذكر القفطي إن العالم عبد السلام ابن جينكي دوست الذي كان من علماء عصر البارزين في القرن الثالث ليه قصة غريبة قوي. العالم ده كان مجرب من الخليفة الناصر لدين الله، كان عنده مكتبة ضخمة جدا تضم كتب في علم الفلك، كان مقرب من الخليفة الناصر لدين الله وكان بيمتلك مكتبة ضخمة جدا تضم أندر الكتب في علم الفلك والطب والكيمياء والتاريخ وسائر العلوم البشرية، وشبيه أحد أرباب الشر عند الخليفة. فقام الخليفة بسجنه وأمر بحرق كل محتويات مكتبته، وعاد بهذا الأمر الرجل يسمى ابن المرصد، الرجل السفيه المختل عقليا ده والمضطرب فكريا والذي لا يوصف إلا أنه بأحد أهم أعداء العلم والعلماء في تاريخه. قام هو وخليفته الناصر بإقامة احتفال كبير جدا في أحد ميادين بغداد، نصب فيه منبر عالي جدا جمع الناس، أمر بإحضار الكتب من مكتبة العالم عبد السلام، أشعل فيها النيران كتاب كتاب، ثم صعد المنبر وأخذ يلعن الفلاسفة ومن يقول بقولهم، وأخذ ما تبقى من الكتب وقام بإخراجهم كتاب كتاب، كلما أمسك بكتاب بالغ في ذمه وذم مؤلفه ويقوم بإلقائه في النار. عندما وقع في يده أحد كتب ابن الهيثم أشار إلى دائرة البروج الموجودة بإحدى صفحاته والتي تمثل هيئة الفلك، وقال: وهذه هي الداهية الياء والنزلة الصماء والمصيبة العمياء. ثم قام بحرقها، ألقى بالكتاب في النار. هذا واحد من المتخلفين والمجانين اللي ظهروا على مدار التاريخ واللي سببوا في ضياع التاريخ البشري القديم والتراث العلمي، واللي خلانا في هذه اللحظة يظهر لنا الناس هنا وهناك يقولوا أن الحضارات الحالية هي قمة التحضر البشري وأن أجدادنا كانوا بدائيين. نجي للمجانين الجدد التتار، ومن بعدهم الفرنسيين والبريطانيين والأمريكان. التتار لما دخلوا بغداد دمروا مكتبتها، واللي كانت تعد آخر مكتبة تحتفظ بشيء من التاريخ القديم قاموا بحرقها بالكامل. هو طبعا مذكور تاريخيا ان هم قاموا بحرقها ورموها في النهر عشان يعضوا من عليها، لا هم خدوا الكتب المهمة وخبوها عندهم. طبعا نتيجة للسياسات اللي بتحرم للأسف من احنا ناخد حريتنا في الكلام، لكن هنذكرها لكم في وقتها بإذن الله بالطريقة اللي تناسب. خبوها في جدار طيني في بلاد منغوليا، وحاليا موجود هذا الجدار اللي فيه أهم الآثار، لكن لسبب ما تقريبا استولت عليه بعض الدول الغربية ممنوع النشر فيه. هنجيب لكم الحلقة إن شاء الله وهنقول لكم عن كل حاجة فيها. لما ظهر الحملات الفرنسية والبريطانية من بعدها والأمريكية في عصرنا الحالي، دول بقى لم يقولوا بما فعل ما فعلوه القدماء من حرق وتدمير الآثار، لا دول بقى خدوها وحاولوا يخرجوا منها بعلوم عشان يكونوا حضارة، اللي هي بتسمى دلوقتي الحضارة الغربية أو حضارة القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. نسبوا كل حاجة لنفسهم وقالوا إنهم أصحاب هذه الحضارة، إن إحنا بدائيين ومتخلفين وإن أجدادنا القدماء كانوا بدائيين وكانوا في قمة التخلف والبدائية من الأسباب البشرية لضياع الآثار وفقد الكتب والمخطوطات القديمة. سرقت هذه الآثار والمخطوطات من قبل اللصوص ومهربي الآثار ليقوموا ببيعها للأثرياء أو من يدفع فيها أكثر، سواء كانوا من العلماء أو الجهلاء أو مقتني التحف. فأما هؤلاء لا يقتنون هذه الآثار والمخطوطات والكتب النادرة لإجراء أبحاث وتجارب عليها، إنما يقتنونها للتباهي والتفاخر بها أو كتحف وسلع نادرة يأملون بعد ذلك في بيعها لغيرهم بثمن أعلى. طبعا سرق الآثار وبيعها سواء الناس اللي بتاخدها كتحف
أو سواء الناس اللي بتاخدها عشان تبيعها بسعر أعلى، دول ممهربي ولصوص الآثار على مر التاريخ، من أكثر الناس اللي تسببت في دمار وانتصار واختفاء الحضارات البشرية أو آثار المتبقية من الحضارات البشرية القديمة. ده برضو من العوامل البشرية إهمال الحكومات المتتالية على مدار التاريخ لهذه الآثار وتركها تتلف أو عدم صيانتها بالشكل الكافي أو ترك اللصوص ونهب الآثار من التجول كيفما يشاء دون حراسة. لكن أهم هذه الأسباب على الإطلاق هو أن هذه الأسرار عندما وصلت إلى عصر ما يسمى بعصر الفراعنة، اكتفى من توصلوا لهذه الأسرار من الكهنة والعلماء إلى أنهم احتفظوا بها لأنفسهم، كما تفعل الولايات المتحدة والغرب في العصر الحالي. لم يوصلوها لغيرهم، لو لم يوصلوها لباقي البشر أو لعامة الناس. لو كانت وصلت لعامة الناس زي ما كانت موجودة في الحضارات السابقة كان زمانها موجودة حتى هذه اللحظة، لكنهم اكتفوا بأنهم احتفظوا بها لأنفسهم وعلموها للخاص القليلة جدا من التابعين لهم، عشان طبعا زي ما اتفقنا في الحلقات السابقة ان الناس تمجده والناس تظن ان ده من فعل السحر او ان الناس دي لها قدرات خارقة، فيتابع ويسمعوا كلامهم ويعطوهم مكانة عالية جدا، سواء مكانة مالية او سلطية او مكانة، والعياذ بالله في البعض خد المكان الالهية او مكانة غير مكانته، مكانة الكهنة. احتفظوا بهذه العلوم لانفسهم وفهموا الناس ان ده سحر بينما هي كانت علوم. لذلك لما علموها الخاصة منهم لما ماتوا ومات الخاصة دول لم تنتقل للعلوم واندفنت تلك الاسرار معهم للأسف الشديد، ولم تصل الينا كثير وكثير من العلوم بسبب طمع وانانية هؤلاء الكهنة او اللي كانوا بيسموا نفسهم كهنة في العصر الفرعوني، لان العلوم دي زي ما قلنا كانت بتتنقل شفاهة، كانوا بيخافوا يكتبوها عشان لا تصل لعامة الناس، لأنها لو وصلت لعامة الناس الناس هتعرف إن ده علم وبالتالي لن تقدسه أو تعطي مكانة العلماء فقط. لكن هم كانوا عاوزين مكانة أعلى اللي هي مكانة الكهنة المقربين من الآلهة أصحاب السلطة المطلقة، وده سبب في ضياع الآثار دي. زي ما ذكر الفيلسوف الإغريقي بلوتيونو أن هناك قانون عند كهنة أو علماء المصريين يحتم عليهم عدم إفشاء أسرار علومهم إلى غير الذين كرسوا فيها أو منتسب لهم. يقوم بإفشاء أسرار هذه العلوم يكون عقاب الموت، ويكون عقاب من أفشى إليه هذه العلوم الموت أيضا. يعني كان عندهم قانون اللي يفشى هذه العلوم للناس واللي وصلت له هذه العلوم بيقتل. شوفوا بقى لدرجة إيه كان الحصار على هذا العلم مما تسبب في فقده وضياعه بسبب مجموعة أو قلة من الناس المستبدين أو الأنانيين اللي حاولوا يحتفظوا بهذه العلوم لأنفسهم ويمنعوها انها توصل للاخرين، وده اللي بتقوم بيه برضو الحضارة الغربية حاليا، من انهم منعوا العلم عن دول العالم الثالث عشان يظل لهم التفوق ويظل لهم الافضلية والتحضر. وطبعا لو حصلت حرب بين الدول الكبرى دي واتدمرت او ضاعت هذه العلوم عند هذه الدول فلن يوجد في العالم من يحفظ هذه العلوم، واستعود البشرية مرة ثانية او مرة اخرى للبدائل اللي كانت عليها قبل الفترة الزمنية الرابعة. ذكر كثير من المؤرخين وفلاسفة اليونان الذين هاجروا إلى مصر لينهلوا من علوم الفراعنة أن كهنة المعابد كانوا يحتفظون بسرية علومهم ولا يرغبون في تعليمها للأجانب أو عامة الشعب، وكان لديهم نظام قاسي وشاق يتبعونه مع كل من يريد أن يتعلم منهم، فلا بد أن يهدم هذا الشخص أولا في المعبد أو الجامعة كساعي أو خادم، بعد ذلك يتلقى مجموعة من التمارين النفسية الشاقة التي تمنحه الصبر وقوة الاحتمال، وبعد نجاحه في هذه الاختبارات يصبح تلميذا ثم يقع إلى عدة درجات حتى يصبح معلم ثم مساعد كاهن ثم كاهن، وهي الدرجة التي تعادل الدكتوراه أو الأستاذ. في عصرنا الحالي وكانت العملية دي بتستغرق عشرات السنين، وفي النهاية كانوا لا يطلعوه على كل أسرارهم وعلومهم. طبعا ده أدى إلى عدم انتشار هذه العلوم وأدى انتصارها وفنائها مع فناء هذه هؤلاء الكهنة ونهاية الحضارة الفرعونية. نيجي للعامل الثالث، هو العامل الاقتصادي والذي أدى بدوره لضياع الآثار والعلوم والتكنولوجيا. القضية زي إيه؟ ارتفاع تكاليف البحث والتنقيب عن الآثار المدفونة ببطن الأرض، لأن المدن الحالية كلها مقامة على أنقاض المدن الحضارية القديمة. على سبيل المثال عندما قام السير ولي في العشرينات من القرن الماضي بالتنقيب عن المقابر الملكية لمدينة أور في العراق وهي إحدى المدن السومرية القديمة، اكتشف في البداية في باطن الأرض داخل هذه المقابر مجموعة من الحوالية والأساور والقلائد والخناجر والأكواب والكسرات وغيرها من الأشياء المصنعة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وعندما قرب على الانتهاء من هذا العمل في عام 1928 وفي أحد المقابر الملكية قام بحفر خندق صغير مساحته 5 أقدام مربعة تحت هذه المقبرة للتعرف على المقومات الحضارية للفترة التي تسبقها مباشرة، فظهرت أمامه على عمق 3 أقدام طبقة من الغيين النقي
استمر في الحفر لمسافة 8 أقدام، فوجئ بظهور أدوات صوام مكسرات فخار من عصر العبيد سنة 3500 قبل الميلاد. ولو كان استمر في الحفر كان سيكتشف المزيد من المدن والأثار المدفونة تحتها، لكن تكاليف الحفر في أعماق أكبر كانت هتحتاج لميزانيات ضخمة وباهظة، مما كان سيشكل صعوبة في كشف كل أثار الحضارات القديمة. والسبب الثاني طبعا إن احنا هنحتاج نهدم مدن كتير جدا بنيت على هذه الحضارة. عندك مدن لمصر بالكامل إلى عاطفتي النيل، محتاج عشان تكتشف الأثار القديمة محتاج إن انت تهدمها بالكامل وتحفر على أعماق كبيرة جدا. دي كانت نبذة مختصرة عن الأسباب اللي أدت لدمور واختفاء التكنولوجيا القديمة. طبعا ده تمهيدا للحلقات القادمة بإذن الله اللي هنجيب لكم فيها بعض من التكنولوجيا والعجائب اللي كانت موجودة عند أجدادنا في الحضارات السابقة، من حضارة أطلانتس قبل الطوفان لحضارة قوم عاد لسمود للحضارة الفرعونية البابلية والأشورية، الحضارات الكبرى اللي قامت على الأرض. إيه السبب؟ احنا دلوقتي بنذكر لكم ايه السبب ان الاثار دي مش موجودة ليه. انتوا بتستغربوا ليه انتوا مش قادرين تتخيلوا ان الحضارة دي كانت موجودة. علشان كده احنا جبنا لكم حلقة النهاردة وقلنا لكم الاسباب اللي ادت لاختلاف لاختفاء الاثار هذه الحضارات، لكن بقى منها القليل ان الله سبحانه وتعالى تركه لنا لنصل بها الى الحقيقة. واحنا هنجيب لكم القليل ده في الحلقات القادمة، فانتظرونا. ياريت تعملوا اشتراك للقناة علشان اللي جاي حلقات قوية جدا ومثيرة وحاجات كتير قوي هتسمعوها لأول مرة. متنسوش تضغطوا على اعجاب لان ده بيساعدنا في انتشار الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.